مؤسسة محمدين السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تنظم بوجدة أبواباً مفتوحة لفائدة أسرة التعليم بجهة الشرق، وذلك بهدف التعريف بخدماتها المقدمة لمنخرطيها. وتروم هذه التظاهرة مواكبة منخرطي المؤسسة الفاعلين في القطاع العمومي وأيضاً مؤسسات التعليم والتكوين الخاص المتواجدين على مستوى الجهة والمهتمة بالانضمام للمؤسسة. هذه فرصة باش كنلاقيو المنخرطين ديالنا مع جميع الشركاء ديال المؤسسة، كأبناك، منعشين، عقاريين، تأمينات، شركات ديال الحواسيب، الاتصالات إلى غير ذلك. فهذه فرصة كذلك باش كنتقربوا من المنخرطين، كاين الأطر ديال المؤسسة متواجدين باش كيتجاوبوا على التساؤلات نتاعهم، كيشوفوا شنو هما الانتظارات نتاعهم، وكنشوفوا كيفاش يمكننا نطوروا ونزيدوا في الجودة ديال الخدمات ديالنا. هذه التظاهرة شكلت أيضاً مناسبة لعقد لقاء تواصلي تم خلاله مناقشة المشاريع التي ستنجزها المؤسسة على مستوى الجهة، كبناء مستشفى لنساء ورجال التعليم وكذا المواطنين بمواصفات عالية، والذي سيمكن المؤسسة من الانخراط في الدينامية الجديدة للولوج إلى المراكز الصحية. أنا سبق لي باش استفدت من المؤسسة بزاف وبزاف، مرت بزاف وكانوا وقفوا معايا الاساتذه اللي في المؤسسه، وشحال مره وانا نستافد بالترونسبور ديال من الرباط، النقل من الرباط في لومبولونس الوجده. هذه الابواب المفتوحه تشكل فرصه من اجل التقرب من المنخرطين عبر تنظيم لقاءات للنقاش وحصص تفاعليه للاجابه على تساؤلاتهم، وكذا الاستماع الى انتظاراتهم وكيفيه الرفع من جوده الخدمات المقدمه، وذلك بتاطير من ممثل المؤسسه ومجموعه من شركائها.